حفصه اسكندر، المديره العامه للجامعه الوطنيه لوكلاء ووسطاء التامين بالمغرب. كنتواجدوا اليوم في مدينه وجده في اطار جوله وطنيه كتقوم بها الجامعه على في كل احناء المغرب. هذه الجوله دونك شملت مدينه الرباط، مدينه الدار البيضاء، مراكش، فاس، اكادير، طنجة، واليوم كنتواجدوا في مدينة وجدة باش نتلقاو مع الوكلاء والوسطاء ديال الجهة. الجامعة كتقوم والهدف بهذه الجولة، والهدف ديالها من هذه الجولة هي التقرب من الوسطاء والوكلاء الجهة، الاستماع لهم ومساندتهم في هذه الظروف الصعبة اللي مروا بها من بعد جائحة كورونا. الجامعة لفنكم هو الدفاع على حقوق ومصالح الوسيط ووكيل التأمين وتمثيله لدى الإدارات ولدى الرقابة. فلفنكم والجامعة الوطنية لوكلاء وسطاء التأمين بالمغرب هي الجامعة الوحيدة المعترف بها من طرف لاكابس ومن طرف لايف امساغ ومن طرف الإدارات اللي كاينين في المجال بما فيهم مجلس المنافسه. العلاقه اللي عندنا مع الاتحاد العام للمقاولات لا سي جي ام، حنا هو شريك فعال وكيمثلنا في عدد من الاجتماعات وكيدافع معنا على نقطه مهمه وموضوع مهم اللي هو موضوع ديال التيفيا اللي كنحاربوا فيه منذ سنوات عديده،